زمان كان يا مكان من اول ما دخلت السينما مصر كانت السينما الصامتة ومعتمدة بس على التعبيرات اللي الممثلين بيعملوها في وشهم من غير اي صوت، وكان في كلمات بتتكتب على الشاشة بين كل مشهد والتاني علشان تساعد الناس على فهم الاحداث. وعلى فكرة كمان كان في دور سينما كتير برا مصر بتستعين بفرق موسيقية بتكون موجودة في قاعة السينما علشان يعزفوا الموسيقى التصويرية للفيلم، ولكن في مصر كانت البيانولا بتقوم بالدور ده. الناس وقتها كانت بتتفاعل مع كل اللي بيشوفوه على الشاشة بشكل فطري وبسيط، وكل اللي بيحصل قدامهم كأنه حقيقي، يعني يقفشوا على النجم، يقفشوا على الأحداث يعني، والبطل الشرير يبقى بطل شرير في الحقيقة يعني، لدرجة ان هم كانوا ينزلوا شتايم فيه بقى وديله، وكان ممكن يكسروا السينما لو أحداث الفيلم فيها حاجة تضايق يعني. عشان كده كان لازم يكون في شخص ما يقوم بدور المترجم للمتفرج ويسيطر كمان على مشاعره ناحية أبطال الفيلم علشان ما ينزلوش ضرب في أبطال الفيلم لو شافوهم. ومن هنا ظهرت وظيفة اسمها المفاهماتي. مين المفاهماتي؟ المفاهماتي ده كان بيبقى واحد من فتوات المكان اللي فيه السينما، فتوة مش لازم يكون بيعرف يقرأ ولا حاجة، المهم يكون جسمه ضخم كده على طول كده، طول بعرض يعني عالي، والصوت عالي وجهوري علشان الناس تشوف وتسمع كويس. وكان بيبقى واقف جنب الشاشة ومع عصاية خشب طويلة ويبدأ يشرح أحداث الفيلم للمشاهدين زي المدرس كده يعني، وكان في أوقات كتير بيحرق أحداث الفيلم علشان ما يتفاجئوش ويتعصبوا من اللي هيحصل كمان شوية. وأوقات تانية كان بيضيف تعليقاته الخاصة على أحداث الفيلم، يهزر، يقول نكتة لايقة على الموقف، أو يشرح حاجة تانية خالص بعيدة تماما عن المشهد المعروض. ولازم المفاهمات يبقى مركز جدا علشان السينما ما تتخربش. فكرة المفاهماتي ما كانش في مصر بس، كان موجود في بلاد تانية منها العراق مثلا، وموجود كمان في اليابان. وتقديرا لدور المفاهماتية الكبير كانت أساميهم بتتكتب على إعلان الفيلم برا السينما، وكانوا بياخدوا أجر 15 قرش عن كل حفلة عرض، وده يعتبر أجر كبير. ومن أشهر المفاهماتية في مصر خليل الملواني، أبو شقة، وأبو دومة. ومع تطور السينما وظهور الأفلام الناطقة كان المفاهماتي بيقتصر دوره على الأفلام الأجنبية، وكان بيقوم بدور إيه بقى؟ المترجم. وبدأ دور المفاهماتي يتراجع تدريجيا مع ظهور الترجمة. أول ما ظهرت الترجمة كانت مقتضبة جدا وركيكة في بعض الأحيان، وكانت بتتعرض على الشاشة جانبية صغيرة بجوار الشاشة الرئيسية، يعني أنت مطالب أن أنت تبص على الشاشة هنا الأحداث والترجمة على شاشة تانية جنبها. وبعدين بقى الموضوع ده تعب الناس، وكان واحد من موظفين السينما هو اللي بيحرك الكلام عليها بإيده، وطبعا كانوا المشاهدين بيجيلهم صداع ودماغهم بتلف من كتر ما يبصوا على دي شوية ودي شوية ودي شوية ودي شوية، وبعدين ما بيلحقوش، والترجمة ما بتمشيش مظبوطة أصلا مع الأحداث. كل ده قبل ما يظهر الاسم الأشهر في عالم الترجمة، أنيس عبيد. أنيس عبيد أنهى دراسته في الهندسة سنة 1932، سافر باريس عشان ياخد الماجستير من هناك، وفي مقر الجامعة اللي كان بيدرس فيها قرى بالصدفة إعلان كان السبب في أن الترجمة في العالم العربي كله تتطور بالشكل الموجود حاليا. الإعلان عن دورات تدريبية لكيفية دمج الترجمة مع أفلام السينما على شريط السينما، لأن الترجمة كانت ضرورية لفهم المصطلحات العلمية الموجودة في الأفلام العلمية تحديدا. طبعا أنيس عبيد حضر الدورات التدريبية دي، ومن خلالها اتعرف على مدير استوديوهات كبير في باريس واتصاحب عليه، وبسبب ان هما الاثنين كانوا بيحبوا لعبة الشطرنج التعارف بقى سهل وبقت صداقة كمان. ودخل أنيس عبيد الاستوديوهات وشاف ازاي بيتم طباعة الترجمة على الأفلام، وقتها قرر يسيب الهندسة ويتفرغ للترجمة. بدأ أنيس عبيد يقود حملة كبيرة من خلال الجرايد بتنادي بترجمة عربية على كل الأفلام، وعمل نماذج لترجمة أفلام قصيرة عشان يوريها لصناع القرار وأصحاب دور العرض والمنتجين. صدر قرار بطبع الترجمة العربية على الأفلام سنة 1939، ولكن قيام الحرب العالمية الثانية أجل تنفيذ الموضوع، وكان أول فيلم يتعرض بترجمة عربية لأنيس عبيد هو روميو جولييت اللي اتعرض سنة 1944، ونجح نجاح ساحق، والترجمة كانت مبهرة، وفعلا الناس ما كانتش مصدقة فعلا أنها بتشوف الترجمة على نفس الشاشة اللي بيتعرض عليها الفيلم، مش شاشة جانبية. في الوقت ده أنيس عبيد عمل بإيديه آلات وأجهزة بتطبع الترجمة على الأفلام، وبقى يبيع الأجهزة دي لكل الدول، كل جهاز بألف جنيه استرليني، بنتكلم في الأربعينات كمان. ومن أول سنة 1964 كانت الرقابة مش بتوافق على أي فيلم أجنبي غير بعد طبع الترجمة العربية عليه من أنيس عبيد. ومع ظهور التلفزيون بدأ شغل أنيس عبيد يتوسع ويترجم كمان حلقات المسلسلات الأجنبية والبرامج وغيرها. سنة 1988 رحل هذا العبقري أنيس عبيد عن عالمنا بعد ما حفر اسمه كرائد للترجمة في مصر والوطن العربي. ولحد دلوقتي معامل أنيس عبيد بتستكمل المشوار من المفاهماتي وصولا لأنيس عبيد. كنت تعرف في صباحك وضحك.